انا من الناس اللي بتشوف ان احنا عندنا مشكله حقيقيه في ان احنا مش عارفين تاريخنا كويس، او بنتجاهل تاريخنا، او اصبح في عندنا مجموعه من العقد والكلاكيع بتؤدي الى ان احنا طول الوقت في حاله انبطاح دائم امام اي حاجه مش من بتاعتنا. يعني تلاقي ناس قاعده عماله مثلا تتكلم على التاريخ بتاع دوله، اصل هم بيصنعوا، اصل هم الناس دي اخلاقها، اصل تراثهم، اصل فنهم. يا عم بس ركز مع نفسك حبه، هتكتشف ان انت كبير وكبير قوي. يعني اشهر حاجه ممكن الناس تتكلم فيها دايما وتحسسك بالنصر والمجد وما الى ذلك هي الاقرب، ولا الا وهي نصر اكتوبر 1973، 6 اكتوبر 1973. ب6 اكتوبر 1973 كل جيلي كان نفسه يطلع ضابط تقريبا. انا بكلمك بجد مش هزار يعني، واتحدى اتحدى واحد في جيلنا كله. حلو، ما كنتش تساله نفسك تطلع ايه؟ احنا صغنططين 4 5 سنين وبتطلع اطلع ضابط ليه؟ عشان الاحساس بالقوه، بالمجد، النصر. ودايما انا اقعد اتساءل، هل الاجيال الجديده عارفه يعني ايه نصر اكتوبر؟ في دور كبير بيبقى ملقى على عاتقنا احنا كبيوت المجتمع، اباء اولياء الامور زي ما بيتقال، وفي جزء اخر يلقى على عاتق وزاره التربيه والتعليم، جزء اخر يلقى على عاتق الاعلام والدراما والسينما وما الى ذلك والنشر، ودي حاجه مهمه. فلاقي انه مركز الهلال للتراث يصدر مجلد يحكي تفاصيل نصر اكتوبر وحواديته، ودي حاجه مهمه جدا جدا. خلوني هنا يعني اتلقى بكل الترحيب والمحبه والتقدير والاحترام والموده ناقدنا الفني وكاتبنا الكبير الاستاذ اشرف غريب، مدير مركز الهلال للتراث. اهلا اهلا يا استاذ. اهلا وسهلا استاذ يوسف. عامل ايه يا استاذ اشرف؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير يا فندم. كله تمام؟ نشكركم على هذا الاصدار الجديد اولا يعني. نعم؟ نشكركم اولا على هذا الاصدار. ده واجب علينا يا استاذ يوسف. صدقت بصراحه. قول لنا هذا الاصدار ايه اللي يخليه يختلف عن اي اصدار اخر صدر قبل كده حول الحرب وحكايات النصر؟ اولا عايز اقول لك على الدوافع. يعني اللي حضرتك قلته ده بالظبط كان في ذهني وانا باخد قرار انه نطلع في مركز الهلال للتراث مجلد تذكاري عن حرب اكتوبر. من حوالي 3 سنوات كده في العيد ال 46 لحرب اكتوبر، الرئيس السيسي قال كلمه للشعب المصري كانت حقيقه قايمه على مرتكزين مهمين جدا. اول حاجه فكره انه النصر بتاع اكتوبر ده ملحمه شعب كامل، جيش وشعب. يعني كان في قدرات مدنيه شاركت في هذا الانتصار، وليس انتصارا فقط للعسكريه المصريه، لكنه انتصار للعسكريه المصريه مدفوع ومشفوع ومدعوم من قوى مدنيه كثيره جدا في مصر. فكان يهمني جدا جدا اني اقول ان ده تماسك شعب، بمعنى انه المجلد اسمه فخر العسكريه المصريه، حرب اكتوبر اراده امه وتماسك شعب. حلو. هذا التماسك الشعبي واللحمه اللي حصلت بين الشعب والجيش خلقت هذا الانتصار العظيم. الشيء الثاني والرئيس برضو اكد عليه فكره انه من حق الاجيال الجديده علينا احنا اللي عشنا هذه الاحداث في اكتوبر 73 ان احنا نقول لهم قد ايه كان الواقع ما قبل اكتوبر واثناء اكتوبر وما بعد اكتوبر. الدافعين دول هم اللي خلوني افكر في مركز الهلال للتراث بدعم كبير من المهندس احمد عمر رئيس مجلس اداره دار الهلال ان احنا نصدر هذا المجلد التذكاري الضخم عن حرب اكتوبر. ده بنحققه ازاي بقى كمحتوى؟ في عندنا كل ما يمكن ان تتخيله حضرتك او اي حد مهتم بانه يعرف كل شيء عن حرب اكتوبر. يعني نفترض ان في باحث مثلا عاوز يشتغل على ملف حرب اكتوبر، سوف يجد في هذا المجلد كل ما له علاقه. مثلا البيانات العسكريه الكامله، 64 بيان عسكري اللي هي يوميات النصر كلها متسجله عندنا في هذا المجلد. خطاب الرئيس السادات في 16 اكتوبر 73، الخطاب الشهير في مجلس الشعب. اعضاء حكومه النصر سنه 73 اللي كانت برئاسه الرئيس السادات
لتمثيل المشير احمد اسماعيل قائد عام للقوات المسلحه وزير الحربيه وانتهت حرب كانت ساعتها لسه اسمها وزاره الحربيه. ثم عندنا كل سجل كامل بالقاده المصريين العسكريين اللي قادوا مصر على جبهه القتال. وعندنا في المقابل كل القاده الاسرائيليين اللي اتهزموا بتاريخهم بارثهم العسكري. رائع. وعندنا لاول مره في الصحافه المصريه محاضر اجتماعات جولدا مائير والحكومه الاسرائيليه كامله قبيل حرب اكتوبر بساعات واثناءها. وده لاول مره في الصحافه المصريه. عندنا مقال شديد الاهميه للدكتور جمال حمدان بيتنبأ بما كل ما سوف يحدث بعد 73، بعد النصر بتاع 73. عندنا مثلا موضوع الدكتور محمود سماحه، الدكتور محمود سماحه ده استاذ في مركز القومي للبحوث، واحد من اللي انقذوا حرب اكتوبر بالفعل، ده كلمه ليست فيها اي مبالغه، لانه بعد ما الخبراء الروس انسحبوا من مصر سحبوا معاهم وقود الصواريخ، وقود حائط الصواريخ. فكان على مصر ان هي تامن سمائها بوقود بديل. فهذا العبقري المصري المدني قدر يخلق من الوقود المحروق وقود حديث. وهذه هي صفحه لا يعلمها احد. ايه ده؟ في مصر. والله يعني بجد قدر يعمل اعجاز وينقذ حرب اكتوبر من يعني فكره التاجيل او حتى الالغاء حتى. عندنا اللي هو بقي زكي الراجل اللي اخترع خراطيم الميه اللي قادت على خط بارليف. عندنا موضوع فيتشر عن عبد العاطي قائد الدبابات. عندنا الدكتور احمد نوار الملف الفن بقى. الدكتور احمد نوار اللي كان احد المقاتلين وهو فنان تشكيلي رائع، وكان طبعا رئيس وكيل وزاره لشؤون الفنون التشكيليه في مصر. ثم العلاقه بين السينما والادب وحرب اكتوبر والسينما والمسرح والغنى ازاي عبروا عن حدث اكتوبر وبالقوائم وبالكل المعلومات الداله على ازاي المصريين المبدعين عبروا وتناغموا وتفاعلوا مع الحدث الكبير. حتى الاطفال، انا برجع بجيب صفحات من مجله سمير في اكتوبر 73 كيف عبر الاطفال بالرسم وبالرسوم الكرتونيه عن انتصار اكتوبر. مش ناسيين كمان الادب، عندنا كل الشعر اللي اتكتب عن حرب اكتوبر، محمود درويش وصلاح عبد الصبور وفاروق شوشه، عندنا كتابات لنجيب محفوظ ويوسف ادريس وتوفيق الحكيم، جملته الشهيره بتاعت عبرنا الهزيمه، المقال الرائع اللي كتبه توفيق الحكيم. حقيقه يعني انا بزعم انه اي حد ممكن يبقى محتاج حاجه عن حرب اكتوبر اجدها في هذا المجلد الجامع المانع الذي تفخر دار الهلال بانها قدمته للاجيال الحاليه. يعني انا كمان ممكن الاقي في المجلد العناوين بتاعه الروايات والمجموعات القصصيه اللي كتبت عن الحرب. هتلاقيها، لانه الادب كان سابق شويه عن السينما، لانه تعرف الادب هو ابداع فردي تقريبا، يعني بمعنى ان واحد شخص هو والورق وبيكتب. فكان الابداع اسرع شويه من ابداع الاغنيه وابداع الفيلم والمسرحيه. عشان كده احنا عندنا ده، وعندنا مقارنه بقى بين الادب والسينما. مين؟ وده مقال كاتبه الاستاذ محمود قاسم الناقد الكبير. الله. فالحقيقه هو يجمع بين اهتمامه بالسينما واهتمامه بالادب. صحيح. فعندنا الحقيقه يعني حتى اي حد يجتهد انه يدور على حاجه ممكن ما تكونش موجوده ان شاء الله ممكن يلاقيها عندنا. عزيز محمود كان عنده موسوعه كبيره عن السينما برضه، عن دار الهلال بطبيعه الحال. بالظبط بالظبط. طب انا وصديقنا محمد دياب بالمناسبه هو اللي عامل القائمه بتاعت الدراسه بتاعت اغاني حرب اكتوبر. الله الله. ومحمد دياب صديق طبعاً. عضو في مجلس امناء مركز التراث، وهو متخصص ايضا في مجال الاغنيه. فيعني حتى جايبين كمان كل شخص في مكانه. ده شيء رائع جدا. وبكده يبقى هذا المجلد بيخلق تميز جديد او اضافه جديده لما صدر عن او ما سبق في توثيق هذه الحرب. بالظبط كده. ده غير بقى مجموعه صور يعني لا نهائيه وخرافيه وجيده جدا وجديده الى حد كبير عن حرب اكتوبر. انت عارف حضرتك انه ارشيف مؤسسه دار الهلال هو الارشيف رقم واحد في الوطن العربي طبعا. فاحنا الحقيقه بنمتاز بده، وقدرنا نخرج كنوزنا ونطعم بها الموضوعات وتخدم الموضوعات. وبالتالي الحقيقه الكتاب حتى لم يغفل مش بس الماده لكن الصور كمان.
يعني انا مش عارف هل ده جزء من مهام مركز الهلال للتراث ولا لا، بس انا بقعد افكر بما ان احنا بنتكلم على يعني ادب اكتوبر وادب الحرب. نعم. الاستاذ مجيد طوبي الله يرحمه، نعم، وكتب روائع بصراحه في ادب الحرب اذا صح الكلام يعني. وحاجه مش، هل من الممكن ان احنا نعمل عمليه اعاده نشر الادب مجيد طوبيا؟ وانا اعتقد هو ما خدش حقه مش كله. مش من ممكن، بس مش من خلال مركز الهلال التراثي، لكن من خلال روايات الهلال، ده يا ريت احدى اصدارات دار الهلال. طبعا ممكن تولنا هذا الموضوع ونبقى استاذ اشرف ان شاء الله بالاتفاق مع اداره المؤسسه واداره روايات الهلال نقدر نعمل ده. طبعا يا ريت. وانت عارف طبعا ان الاستاذ مجيد طوبيا روايته ابناء الصمت واحده من الافلام طبعا المهمه، واحده من اهم واحلى الافلام واكثرها تفلسفا وعمقا بصراحه. طبعا بالتاكيد. حقيقي. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه يا رب. الراجل ده ما خدش حقه كفايه يعني، من الاسماء اللي يعني كانت تستحق تسليط الضوء بشكل اكبر عليها. صحيح صحيح. الله يرحمه الله يرحمه. اشكرك جدا 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 يا استاذ اشرف، كل الشكر لناقدنا وكاتبنا الكبير الاستاذ اشرف غريب مدير مركز الهلال للتراث. بالمناسبه يعني برضه وجب التذكير، استاذ مجيد طوبيا رحل عن دنيانا في هدوء وصمت في ابريل اللي احنا بتاع السنه دي يعني في 2022. وزي ما كان بيتكلم استاذ اشرف، هذا الرجل حولت او تم تحويل واحده من مجموعته الى، او يعني من رواياته الى الفيلم العظيم بالمناسبه ابناء الصمت. حتى الاسم اسم يمتلئ بالفلسفه، وتحس انه في شعر، في وقع،